بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي يسر ولا تعسر علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله شرفت له إلهي سبحانه وتعالى سلانتيس إسلامك الدعاء ملك استأجوتان أيان إذكو سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنى هذا إتهاي دشين هاها تنبت إيوه نحريست إلهي سبحانه وتعالى يبركه ودعو أنت أسكدب وحان ربا ولا الله إنا حسوسيه نفتي إذا أنا حسوسيه دعاء عجيب أظن أن أباها النهي وقت يدا حاضرك هدى أن قدر وحاك فائدي سنة يددك أهل الصلاة إيشان توقتي تكذا أما سنوينك تكذا وحن أبا هن هاي قف قال لها اللي يسيده التليفون كأد استعمال إيش خط كهدو فرين هاي قف كاسو الله اللي كرتها وكمقلا يا قط كهدو حرين هاي قف كاسي لما هاللي كرتد منا كمقلا يا دعا ذان وأن كهدلا يا قف كي أخرسته أبواب السماء الباب ذا سماواتك أو دن أيا لو ذا فريا سي وحو ربه وإلهي أقارسي لون أقبله وحان الأخرستا صلاة دا مركات قريسي تكذب مركات أخرستو كذب أو أبواب السماء لغوفر إلهي وحد ويدي سنيسا وح على وحد ربط أضو صلاة كجرة هذا أف عربي أو صلاتك أف عربي وحنا هن لما أقول هذا كوي ديسن كرين وحد نيدا أياد إلهي كوي ديسن سأصابته إلهي سبحانه وتعالى وأجهي وحنا نيدا هذا كجرا دعاء وصحيح حديث ك إمام مسلم أيه وريه حديث كسيدان أيه الرهايا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سقي أبيس إلى كرا لنقضه أيا وحيري بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي لصلاة إذ قال رجل نمبا وحيري صلاة دي سمركو فرفرنا النبي الله أكبر أورحي نين كم إذا دتك مصلين تا وحيري قال رجل من القوم نكحر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا انت سيوير وامح معنى هذا الله أكبر كبيرا الله أكبر إلهي وحول بوكوية وحول بو أود شيغانا وحول بو مال شيغانا وحول بو وح إنسان قيمة حقي سكاله شيغانا إلهي أيا كوين وحو إلهي هستا كوين الله أكبر كبيرة انتاس يذكر من هذا انتاس والحمد لله كثيرة ما هذا إلهي سبحانه وتعالى أو بضن نعموين كإلهي نسيء أردن وحد لا ذهي إله أذيكا قضي أذيكا سو قضي أذيكا تمت وان هم اسمه اتكر نعموين كان إني ينبحن إله واد ما هاد سانته ساسر لا ذهي وسبحان الله بكرة وأصيلة وسبحان الله إلهي أيا كامل أهواي وح إلهي كسهر رضا والنقصان ما دم يسترنا إله أذكر يا دم يسترن وحن كعل علينا أنت عصي بكرة والصبح ذي جلين كهرع وأصيلة وعصر ككذب أيام كعل علينا يا ساس الله هذا مركنك أنت أسوء ضحي رسولك مركو صلاة كبحي عليه الصلاة والسلام أيا وحيره من القائل
يو كما قفك كهاد لي كلمة كلمة داس كذا وكذا يا وقفك الله الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. قال رجل من القوم نندتك كم ذا وحيري أنا يا رسول الله رسولك إله أنا ده مركز النبي وحيري عجبت وحان لي يا بي لها كلمات كاسي آتكو هذا شيء فتحت لها أبواب السماء الباب ذا سيد الله فرفري كلمة ذا سي آت هذا الدرت الباب ذا سيد الله فرفري أيان لي يا بو يري ابن عمر وحديث كان وحو يري فما تركتهن مركز مركان مقلي دعا ذا رسولك لها قفكي أخريا سماوات كان لو فرايا او وحو ربا الهي سبحانه وتعالى هوي ديستو ما كمتغن ما انا جوجين ويري منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رسولك عليه الصلاه والسلام او دهي يقول ذلك ارنكاس حد يدوى نبيك عليه الصلاه والسلام يكتمت ادنا حد يدا مركض مقشو اد حفظيسو قف والبا أو مسلم أو ولالك أي ولاشا أو قدبي أو حسيحا أذون قدبين سلو قره أجرك أي ثوابك روح والبا أو مسلم أو أدقار سيسو أو هلي دون ومركلا وفرين نبي كتمد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر أو كمدها علماء أصحاب تلهي مالين تان مقلي salaad kasto aan tukado si albaabada samaawaadka lagu furo wax u weydiisto ilaahay wallahi kama tagin akhrinteeda illa markaan maqlay laga bilaabo illa nolosheeda ka dhamaato ilaahi subhanahu wa ta'ala wa tawfiq wa inu ilaahi ku xusuusiyo oo ilaahi u ku waafajiyo inta i dhageysanayso inta la gaarsiyo waxaan ilaahi weydiisanayna ilaahu tawfiq wa nawafiji دعاء عن صلاة مركان الله أكبر نحن إن أنكو حجنا الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وسماوات مركو إلهي النوف وظفره أن نحن إله مراد كينا عام إيا خاص نوسها إله إنت نجح نوسا عافي ماد بحسي إله إنت عرور أهان وضلني مركز تأجوغان إله باريال كوذيال إله سبحانه وتعالى dib iyo culayskana haysto naga qaad shar iyo fitan noocii doontaha ahaato makhluuqaadkaaga ka imaanay ilaahu naga hay ilaahu subhanahu wa ta'ala wax ala waxaan ku weydiisanay oo aduuna oo khayr ku jira ilaahu nawada si wax ala wixii shar ah ama fitan ah oo makhluuqaadkaaga isoo u yihiin ee ka imaanay ilaahu naga xijaab wax ala wixii khayr ah oo janna iyo rida ahaanshaha ilaahi ay ugu horeysa ilaahu nasi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.